جددت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها محاكمة الصحفيين أمام محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر ولا توفر أدنى مستويات المحاكمة العادلة، وأمام قاض لديه موقف مسبق منهم وقد صرح به اليوم في الجلسة عندما اتهمهم بأنهم أعداء الشعب حسب محامي الصحفيين الذي حضر الجلسة بالصدفة. ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتهم اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التضامن مع الصحفيين العشرة المختطفين والضغط للإفراج عنهم ومحاسبة كل من تسبب بهذه الانتهاكات الطويلة بحقهم. المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى أدانت إقدام ميليشيا الحوثي على محاكمة الصحفيين العشرة بدلا من الإفراج عنهم، متهمة ميليشيا الحوثي بتحويل اختطاف الصحفيين إلى ورقة ابتزاز هدفها الحصول على مكاسب عسكرية. واعتبرت في بيان لها محاكمة بعد كل هذه السنوات من الاختطاف والإخفاء يمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الإنسانية التي تجرم الاختطاف والاعتداء على الصحفيين وحرية التعبير. منظمة سام لحقوق الإنسان ومقرها جنيف قالت إن ميليشيا الحوثي سبقت احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان لتؤكد للعالم استهتارها المتأصل بحقوق الإنسان وعدم احترامها للكرامة الآدمية التي صانتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق السياسية والاقتصادية. وأكدت المنظمة أن ميليشيا الحوثي اعتقلت الصحفيين العشرة من مدينة صنعاء عام 2015، وخلال الأربع السنوات الماضية عملوا بوحشية أصابتهم جميعا بأمراض مزمنة وتعرضوا لاعتداءات متكررة بالضرب، كان آخرها قيام ضابط في جهاز الأمن السياسي يدعى يحيى سريع بالاعتداء عليهم بالضرب في السجن الشهر الماضي. أما محامي الصحفيين عبد المجيد صبرا قال في منشور بصفحته على فيسبوك إن محامي الدفاع عن الصحفيين المختطفين فوجئوا بعقد ميليشيا الحوثي أولى جلسات محاكمة الصحفيين العشرة بالرغم من المتابعة اليومية للقضية، وأضاف إن ميليشيا الحوثي تخفي موعد عقد الجلسة ولم تعلم أحد، لولا إصرار الصحفيين على حضورنا كانت سوف تعقد الجلسة بدون حضور محامي معهم. وأضاف أن ميليشيا الحوثي تخفي موعد عقد الجلسة ولم تعلم أحد، لولا إصرار الصحفيين على حضورنا كانت سوف تعقد الجلسة بدون حضور محام معهم. وكيل وزارة الإعلام عبد الباسط القاعدي قال في صفحته على تويتر عصابة الحوثي الإرهابية تبدأ بمحاكمة عشرة صحفيين يقبعون في معتقلاتها منذ 5 أعوام ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وما يرتكب بحقهم يرقى لجرائم ضد الإنسانية، ولم تتعرض الصحافة في اليمن منذ ظهورها لما تعرضت له على أيدي عصابة الحوثي. الصحفي حسن الفقي قال إن قضية الصحفيين العشرة المختطفين لدى ميليشيا الحوثي هي قضية رأي عالمية وإنسانية، متسائلا أين اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي والمنظمات المعنية مما يتعرض له الصحفيون.